السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا اخواني اخواتي اصدقاء الاعزاء، اينما كنتم معكم قناة انا جيت تتحدث دابا حوالي 10 ايام. هذه معنا حاليا 60 مشارك. شكرا للاصدقاء اللي دعمونا، شكرا للناس اللي تخرطوا معنا، شكرا للمتتبعين اللي الاوفياء. كما كتشاهدوا حنا كنتواجدوا حاليا في شارع محمد الخامس. هذا هو البدو ديال شارع محمد الخامس، كما كتشاهدوا ها هي عمارة ديال السعادة، هو البدو ديال شارع محمد الخامس، وهذا شارع ديال باب العلو اللي غيدخل مع شارع الكريم الخطابي اللي غيتوجه ديريكتومو والحي المحيط. هنا هنا الاتجاه ديال قصبة الودايا، حتى هي راه مسدوده من اللي قصبة الودايا. وهنايا كاينه مقبرة الشهداء، ها هي كاينه هنايا مقلب المدخل ديال مقبرة الشهداء، وهذا كما كتشاهدوا تابع مصلحة تابعة للجيش الملكي. الشارع هو اليوم بداو كيديروا ليه الديكاج، اليوم تقريبا حوالي 10 ايام كما كتشاهدوا ركبوا لي تروطوار، هاد لي تروطوار داز وعاودوا الإنارة، تعاودت الإنارة كاملة، مشات من هنا الإنارة على الواجهة كاملة، وعاودوا لاريضال الماء، تعاود الماء القنوات ديال الماء حيت الشارع كان داخل هنا وسعوه، كان فيه التوسيعة، دخل الشارع حتى لهنا. غادي تعاودوا لي تروطوار، ها هما لي تروطوار غادي تعاودوا، وغادي دير ليهم الجليج ديالو والماء، ها هما كيتعاولوا لي نوريس، كاملين تيتعاودوا ديال الماء. والإلكتريسيتي حتى هي تعاودات، صحاب التليفون حتى هما الخيوط ديال صحاب التليفونات اللي عندو الممرات ديالهم حتى هما راه دوزوهم. فوالا هاد لانوريس كانوا هنايا، كانت هنايا وسط الشارع، هما حولوهم هنايا للجنب. فوالا هادو لانوريس ديال الماء كما كتشاهدو. فوالا إذا هنايا غطلع ديريكتوم وغادي تمشي للمقبرة ديال الشهداء والمصلحة ديال الجيش الملكي. كما قلت هنايا اليوم اللي في الماتريال اللي حضروا اليوم، كاين حضروا هذا النقلات ديال الأتربة، حضروا لي ويتش كات ها هما، والديكاجور ديال الزفت باش حيت غادي يزفتو غادي تحيد هاد الزفت كامل اللي كاين في الأرض. فوالا لي ديكاجور ها هما راه تحيدو، لي ديكاجور راه مخدامين. فوالا و لي ويتش كات البروجي غادي يكون البروجي راه هو اللي كيحطو، وكاين هنايا البروجي ديال لي طروطوار اللي كيهزو بلان راه يفقون فيه. هنا يوسعوا هادي ويوسعوا هادو وداروا مواقف ديال السيارات. هذا فندق يلاه تحلو جديد، كان داخل باب صلاح تقدم مزيان كما كتشاهدو، شادو مزيان. هادي ميني، هنا هادي الدنبيرة، فوالا. شكرا للاخوان ديالي اللي انخرطوا معنا في القناه، الله يخطيكم علينا، واليوم وصلنا 60، الله يخطيكم علينا، بارك الله فيكم والسلام عليكم. ما تنساوش قناه انا جيت تسجلوا معنا ديما في مكان البروجي في مدينه الرباط، غنقلهم لكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.